من جد كريم. أب قام بتزويج بنته لرجلين، إيش العقوبات القانونية التي تقع على هذا الأب؟ الحديث أكثر حول هذا الموضوع انضم معي في الاستوديو الأستاذ مشعل الرشدان، محامي ومستشار قانوني. أهلا بك أستاذ مشعل. أهلا وسهلا. أستاذ مشعل، طبعا يعني هذا الشيء غريب وعجيب أنه صار عندنا صراحة في المملكة، لكن حادثة زي كده العقوبة تقع على مين؟ هل تقع على الأب أب الفتاة، ولا تقع على المأذون الذي قام بكتابة عقود النكاح؟ بداية القضية كاملة جنائية طبعا، قضية ومخالفة جنائية للشرع، لأن مثل هذه القضية نادرة تحدث في الله الحمد في المملكة أو في العالم الإسلامي، لأن هذا الزوج الأول ولا الثاني؟ الأول، والله نتكلم عن الأول والثاني. الأول يقول أنه طلق أبوها، صح ولا لا؟ صحيح. الثاني جاء السلام عليكم، وعليكم السلام، أنا جاي يخطب البنت، جاب المأذون. المأذون يسأل هل البنت بكر أم ثيب؟ قالوا بكر، قالوا بسم الله، وين الشهود؟ وين الولي؟ وعقد النكاح. بس أنا عندي سؤال هنا، معلش قبل لك تسمحي لي بس. أكيد تفضل. الثاني قالوا مطلقة. نظام المأذون الأنكحة إذا أتت مطلقة يأتي بصك الطلاق ويتم ضبطه. أكيد. ويتم، لكن الحالة هذه على ما حسب ما سمعت أنها متزوجة من أول وغرر، أو معنى أصح أخفي، ويعتبر هذا ترى يدخل في باب التزوير. نعم. قضية جنائية بعد من غير المخالفة الشرعية. والزوج الثاني إذا كان فعلا الزوج الأول قائم، فإن الزوج الثاني لا طلاق له، باطل، يعتبر باطل زواجه أصلا، منها باطل، باطل، ما بني على باطل فهو باطل، لأنه هي تعتبر ما زالت زوجة الأول. نعم. طيب، لحد الآن زوجة الأول. الشيء المهم والأهم فيها الشهود، في هناك فيه المأذون الأنكحة يمكن اتخذ إجراءات القانونية ولا يعلم ما في، اللي حكم بالظاهر والله يتولى البواطن، لكن لا يعلم ماذا تم بينهم. لكن الشهود على هذا الكلام، والولي اللي هو الأب. كيف أنت عندك خبر أن بنتك متزوجة أو أختك أو أيا كانت وتزوجها على هذا؟ أنت دخلت في عالة في مخالفة شرعية. طب أستاذ، طيب أنت قلت أنه المأذون ما يقدر يكتب عقد النكاح إلا لو جاله صك الطلاق من الزوج الأول. نعم. معناته المأذون برضو داخل في المشكلة دي. وقائع الحيثيات حقة القضية لا نعلم عنها، لا في طرف الآن لازم نسمع. ممكن يكون مثلا ماخذ المأذون، أعطيني الواقع، أعطيني الواقع القانونية وأنا أقول لك من المدان في هذا. إذا كانت قالوا للمأذون الأنكحة إن هذه ثيب ولم يضبط صك الطلاق، فهنا يحاسب المأذون. طبعا أنا عشان أستوضح، ولا يخفي عن الولي والشهد. أستاذ مشعل، عذرا بس عشان نستوضح إحنا والمشاهدين حاجة، هل تم زواج هذه الفتاة من زوجها الأول؟ اطلقت قبل يصير اي شيء، يعني ما دخلت، ما دخل كلمة عليها، اطلقت انت الان الحين انها اطلقت فعلا ذكرها هي. اوكي، هم بيقولوا انها اطلقت. طب لحظه، دخل عليها زوجها الاول؟ نعم. لمده قلت لي ما لا اعلم عن القضيه وقائعها. هذه الزوج الاول مثلا عنه ايش؟ احنا نتكلم عن، نقول ان رجل زوج ابنته على زواج ثاني وزوجه الاول قائم، هذا فيه تضليل. اكيد ما اطلقت. ويعني هي طب البنت ايش وضعها؟ يعني هي مثلا بكامل صحتها وقواها العقليه يعني ما هي مستوعبه انه، حتى لو يعني اذا البنت ما هي بكامل عقلها العقليه، الاب الولي اين هو من هذا الواقع؟ هنا المجرم الاب. الاب او بالدرجه الاولى بالدرجه الاولى والثانيه. لا، المأذون اذا اتخذ اجراءاته القانونيه لا يخفي خفايا القلوب، ما يعرف هو ايش دخل. جاني هذا، قالوا بكر عقد النكاح، قالوا ثيب، فين صك الطلاق؟ فين صك الطلاق؟ هو ايش قال له؟ قال له ما ندري وش الوقائع اللي صارت. على حسب الخبر يقال قال إيش؟ انها بكر. اذا قال بكر فان الرجل يجيب الولي ويجاب قبول والشهود. صحيح، بس انا سؤالي والصداق ما المهر؟ سؤالي، مو هل المفروض ان المأذون يسال البنت العروسه، يعني يسالها؟ لا، البنت موقع على الكلام هذا اصلا. تمام، يعني هذا قرار منها، يعني هي معترفه، البنت معترفه في الوقائع اللي صارت انها بكر وانها كذا. فهمتي؟ هذا جواب السؤال. انا فاهمه، بس انا سؤالي يعني طب ايش هي العقوبات دحين اللي مترتبه على الاب لو نبغى نسميها بمسميات قانونيه او جنائيه؟ هذه تحكم فيها المحكمه الجزائيه في الرياض او في جده او في المنطقه اللي هم فيها، وتدخل فيها عقوبات. اول شيء
طبعا هي مخالفة للشريعة طبعا. والشيء الثاني يدخل فيها التزوير، زورت يحاسب الشهود، وخاصة بعد احنا من المتعارف حتى الشهود اللي نعم إذا إذا كانوا يعرفون ولديهم علم يحاسبون. جميل. طيب بالنسبة للفتاة، الفتاة هي 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 أم المشكلة اللي صارت. طيب ايش العقوبة اللي ممكن؟ العقوبة تخضع للمحاكم الشرعية وتعزر في الزواج الثاني يعتبر باطل، ولا 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 له طلاق ولا له أي شيء. طيب معناته ممكن تقع عليها جريمة من نوع آخر؟ لا، هذه شوف حتى سمعت انه الزوج يعني مكث معها شهران، فلذلك دخل عليها، فلذلك هذه تخضع لوين؟ لهيئة الإفتاء، لابد ان يفتون اذا مثلا الولد حملت لا سمح الله، زين لا يعتبر شبهة وأغراضه شبهة في الشرع ما حدد فيها شبهة، فيها خلوة في الآخر، فيها خلوة زين، لكن هذه تخضع للإفتاء الشرعي، للإفتاء الشرعي يفتون في هذا في حالة حملها، ولا أما بالنسبة للزواج الثاني هذا يعتبر باطل. الدور حرش الأخت غزل. لا هي دور حرش ما عاد يمكن عندها نبي نقيم عليها دعوة ولا شيء. لا أنا بس أقول لك حاجة، هو في الزواج الثاني هو يعتبر خلوة زي ما ذكرت. لا ما يعتبر خلوة، يعتبر باطل. الزواج ككل اكيد طبعا يعتبر باطل، ولكن هل الحين الزوج الثاني مغرر به ما يعرف؟ تختلف الخلوة تختلف. طيب الزوج الثاني مغرر به ولا يعرف اي حاجه عن اللي صار، صحيح؟ صحيح. طيب هو اكيد دافع مهر اكيد. نعم. يعني هذه الاشياء كلها ترجع له ولا ايش الوضع؟ اكيد ويقيم دعوة على انه تم التغرير به، ومعنى صح زور عليه ويطالب بجميع حقوقه كامله، والشرع كفيل في هذه. اوكي، هنا خلصنا من الزوج الثاني. نعم، نرجع للزوج الاول والبنت والاب. يا ليل الزوج الاول، والله الله يعينه. والله لو انا منه اطلقها بصراحه، هو طلق هو فرح. طيب يعني هنا هي يعني ممكن استفسر انا، يعني كنقاش عادي احنا جالسين احنا كنقاش يعني مثلا هو فين كان لما جاء الاب وراح يزوج بنته زوج ثاني؟ طيب يمكن مسافر عنده شغل، ممكن اقنعني. لا يعني بس يعني بس ما احس انه احس في لعبه كبيره ما بين الاب والبنت. اي يمكن نقول اسباب ماديه، ما اعتقد ان واحد يعني لهالدرجه تصلها، يعني لو امره مكفوش اتوقع انه مريض نفسي الاب، يا احد منهم الاب اكيد، يعني هو اللي يدير الامور الاب. طب استاذ مشعل، في حالات الزواج مو المفروض الان اللي صار انه مثلا يجي المأذون يسال البنت هل انت راضيه، هل انت موافقه؟ لما جاء المأذون وسألها ما قالت أنا متزوجة في حالة لو إنه الأب كان مغيب ذهنيا عنده مشكلة في ذهنه؟ طيب أنا بقول لك الكلام، ما في مأذون إلا لازم يسأل طيب ويأخذ الموافقة، فلذلك الجرم يقع على الاثنين، الأب المأذون. المأذون لا يقع عليه شيئا. أنت وش فيك مع المأذون؟ في مشكلة معاه؟ هو صادق والله. لأن المأذون رجل قدامه ورق، هذا كرت العائلة، هذا إذا كانت مثلا قال مثيب هذا صك الطلاق يكتب، يعني وش المأذون رجل يتخذ إجراء بيسأل أكيد أنه سألها، ودام أنهم سووا هذه أكيد أنهم ظللوا قالوا نعم كذا وكذا. أيوة يا غزل، إيش دراه؟ يعني زي مثلا تيجي تقولي لي متزوجة أقول لك لا، إيش دراكي أنت أنا إيش يعني؟ نعم. إذا ما تعرفيني هذه هي الفكرة. بس أبغى أسأل معلش سؤال، المأذون ما هيجي شيء، المأذون ما هيجي شيء غزل، أهدي أنبطي. الزوج الاول هل يقع عليه اي شيء؟ لا، ما تقع عليه الزوج العقوبات لانه الزوج الاول. الزوج الاول مدعي بالحق الخاص، مسكين هو مدعي. كيف يعني؟ يعني هو يطالبهم، رافع عليهم دعوه، هو اللي رافع عليهم نعم دعوه. نعم، يعني هم اصلا تلقائيا النيابه العامه حتحقق معهم وتتخذ اجراءاتهم. هل تعتقد انه احتمال تكون الزوجه مثلا اجبرها الاب؟ يعني شوف انا ما اعتقد انه في وحده عاقله، طيب يعني استيعابها، انت فاهمني استاذ مشعل؟ معليش عذرا، يعني ما اعتقد انه في وحده عاقله يجي ابوها يقول لها يلا والله زوجك الاولاني طلقك، ولا ما في لعبه، يا انه هم الاثنين على علم ووعي وهم الاثنين قاعدين يلعبوا على احد ثاني، او انه مثلا زي اذا قلت انت زي ما ذكرت انه اذا كان الاب مريض نفسي في البدايه ممكن يكون هو مثلا جابرها مهددها بشيء. طيب لا، يمكن اقول لك بعد احتمال ثاني، يمكن وتوقع او احتمال بعد ان الزوج مثلا رمى الطلاق ولا طلع صك. بالضبط، انا هذا اللي كنت ابغى اقوله، ممكن تكون. طيب بس ممكن بس علمت ان علم انها تزوجت
أقام دعوة وسوى شيء. لكن هنا في إجراءات ثانية. إذا ثبت سوء نيته راح هو اللي يحاسب. طب هي لكن أنت مهمل الآن، كيف طلق ولا أخذت إجراءاتك؟ لا رفع الدعوة فسخ ولا إثبات الطلاق أو اتخذت إجراءات القانونية. في بعض منهم أستاذ مشعل يقول لك يلا أنا طلقتها وما طلعت الصك، يمكن سبحان الله يصير في الأمور أمور ترجع أيوة. الموين المجارية وأقدر أرجعها من غير ما. وطبعا ما ننسى إنه في كثير. طيب ممتاز، ليه ما قلت الكلام هذا عند المأذون؟ شفت معناته المأذون. لا 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 ما قال الكلام هذا، ما قال الكلام هذا عند المأذون. طيب لو قال له عند المأذون، المأذون أصلا بيوقف يا أستاذ مشعل. وبعدين على فكرة أنا اللي سمعته إنهم قالوا للمأذون إنها بكر، فلذلك ما راح يتخذ، يعني ما راح يفكر أصلا ولا بكر. تعال هذا الزوج إجابة قبول المهر كم، طلباتك يا بنت، الشهود. طيب من إحدى الإجراءات أيضا في الزواج على حد علمي اللي بتسويها المحاكم عندنا إنه بتربط رقم الهوية، رقم الإقامة سواء كان مقيم أو مواطن عندنا في المملكة وبيتم الزواج هنا في المملكة. نعم. بتربط رقم الهوية أو رقم الإقامة الظاهر مع شخص آخر اللي هو الزوج. الربط البرنامج كامل. طيب المأذون ما كان عنده فكرة عن ذا الموضوع؟ لا يعني المأذون يضبط الزواج اللي صاير العقد، بعدين يروح يوثقه، بعدين يروح يوثقه ويختمه هو، لا ويبغى له توثيق من المحكمة بعد ترى. صحيح. يعني مو أيوه. إجراءاته. طب بس برضو أستاذ مشعل في برضو اللي هي فحوصات قبل الزواج وإجراءات كثير بتصير قبل الزواج قبل ما المأذون يمسك الورق. ممتاز. أجل الجماعة ماشيين على أن الرجل الأول طلق وأنهم حسن النية. أجل أنا أعتقد يا أستاذ مشعل هي القضية ملابساتها غير واضحة، عشان كده لا إحنا في طرف الآن طرف غير متواجد لكي نسمع الوقائع والحيثيات بالضبط. لكي نرد عليه بالرد القانوني الذي يخصني بالضبط. يعني. أنت تعتقدي أنه خطأ يجرم المأذون مع أنه أنا أشوف غزل أنه هو ما له شغل. الأبو بالدرجة الأولى طبعا، الأب بالدرجة الأولى. لا لا غزل أنت قبل شو قلت المأذون ولا والمأذون ولا زلت عند رأيي ده. أنا أختلفك الرأي. هو ليش المأذون غزل؟ عشان توضحين لنا، احنا بنتناقش يعني. يعني أستاذ مشعل أنت معايا الآن، صار في فحوصات قبل الزواج، صار في كشف قبل الزواج، صار في إجراءات بتمر فيها قبل ما المأذون يمسك القلم ويكتب عقد النكاح، لازم تكون دي الأشياء متوفرة عندك. طب أنت لما عملت ما سألت فين مثلا الكشف المبكر اللي هو قبل الزواج؟ هو ما سوى العقد إلا بموجب الفحص الطبي. يعني ممكن يكون اصلا صار في تزوير. لا ما في تزوير. الفحص الطبي يجي اي شخص، انا فلانه بنت فلان وهذا فلان فلان، ما هو رقم الاي دي، رقم الهويه الاي دي يعطونه متوافق. ما يطلع عندهم انه هذه مثلا كانت متزوجه قبل كذا؟ لا لا ما يطلع عندهم هذول، يطلع عندهم سين وصاد متوافقين فقط لغير. طيب استاذ مشعل احنا مكملين معاكم مع المأذون، لكن نطلع فاصل. حرام تهجر ظنينك، اشتاق لك يا حياتي، عسى يردك حنينا يا شوق عيني لعين. ورجعنا مشاهدينا مع المحامي والمستشار القانوني مشعل جدان، حيحكي لنا أكثر عن العقوبات اللي ممكن تطال الأب في حال زوج بنته لزوجين أو لرجلين مختلفين. بس خليني أسألك عن إجراءات المتعارف عليها لاستخراج صك الطلاق. صك الطلاق متعارف عليه أنه يحضر محكمة الضمان والأنكحة ويحضر شاهدين بطلاق ويصدر عليها صك، ويتم تبليغ الزوجة أو ولي الزوجة تبليغها ويستلمونها استلام رسمي، ومنها تتخذ العدة الشرعية. يعني في حال هذا الزوج الأول، يعني في من ضمن الروايات في حال أنه هو ما طلق، هنا في مأخذ عليه أنه هو طلق لفظيا لكن ما طلق رسميا، صحيح؟ إيه ممتاز. هنا يقع عبء الإثبات على الزوجة أن تقيم دعوة إثبات طلاق قبل تتزوج. قبل تتزوج نعم. تقيم دعوة إثبات طلاق وليس فسخ. نعم. طيب إثبات طلاق أنه في اليوم اليوم الفلاني بتاريخ والساعة لفظ بكذا، وبعدها القاضي يتخذ إجراءاته القانونية. نعم. وانثبت. هل تحتاج أدلة أنه هو مثلا ترفض عليها برفض الطلاق مثلا ولا لا ما يحتاج؟ هو قال أني أنت قال طالب، هو يسأل الشيخ. ولو أنكر أستاذ مشعل؟ ينكر حلف اليمين بينه وبينه، هو يختار الشيخ. طيب ناخذ طيب احنا هناخذ الراي الفقهي والديني في هذا الجانب. معانا عبر الهاتف دكتور حسن سفر، خبير وعضو في مجمع الفقه الاسلامي الدولي. اهلا وسهلا فيك دكتور حسن.
اهلا وسهلا، مرحبا. اهلا وسهلا دكتور حسن. بداية الرأي الفقهي والديني في هذا الموضوع، لو كنت سمعنا من البداية، احنا بنتكلم عن حالة زواج اب زوج ابنته لشخص ثاني بالرغم من انها ما زالت على ذمة الرجل الاول، ما هو الرأي الفقهي والديني في هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية اشير يعني بالتقدير الى ما تقوم القناة بطرحه وتنوير الرأي العام حول خصائص ومزايا الشريعة الإسلامية وأحكامها في العقيدة وأيضا في النظام، وحفظ الحقوق والمحافظة على الحريات والحرمات ومنها الوقائع والنوازل، وخصوصا ما يتعلق بالعلاقات الزوجية بين الزوجين. نعم. فقد يعني أعطت الشريعة الإسلامية تكوين العلاقات وفق منظومة تشريعية عدلية، وتمثل ذلك في مسؤولية دنيوية وأخروية. وأناط الولاية طبعا عقد الزواج أناطه لولي أمرها، اللي هو إما أن يكون أب أو من يتولى ولاية مقام الأب. نعم. فيحق له عقد النكاح، وهي متوفرة فيه شروط، كونه أولا حريص على من يختاره لبنته أو مولاته. نعم صحيح. وأيضا ولايته تحكمها شروط مثل الدين والأمانة وتحري المصلحة وأيضا أمن الحياة الزوجية، إذ هي سلم أمان عندما الأمر أنيط بوليها. ومن فرط في هذه الأمور طبعا يعد مخالف لقواعد وآداب وأحكام الولاية. يعني في الرأي الديني إنه الأب يعتبر كده مخالف، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لابد أن يكون هناك شيء مطروح من وثائق، وأن الأب يكون حريص على تقديم جميع الحالة بوضوح، مثلا إن كانت مطلقة فيبرز صك الطلاق، وأيضا المأذون الشرعي لابد أن يوثق صك الطلاق، ولا يجوز له أن يعقد العقد إلا أن يكون صك الطلاق الأصلي بيده ويقوم بتسليمه إلى محكمة الأحوال الشخصية. نعم. وثانيا أيضا لابد أن يتحرى هل البنت بكرا أم ثيبا، وهل هناك أيضا تقرير طبي لابد أن يبرزه في مثل هذه الأحوال. ولكن يا دكتور حسن، هو غرر فيه كمان المأذون، يعني المأذون من إحدى الأشخاص اللي احنا جالسين نقول إنه ما عرف الحقيقة في الموضوع، يعني ملابسات القضية هنا إنه في كثير أشخاص غرر فيهم. نحن ما نلقي اللائمة على المأذون فقط. المأذون قالوا له إنه هذه البنت بكر. المأذون قالوا له إنه هذه البنت بكر. الأب عارف إنه البنت مطلقة، ولكن تم إجراءات الزواج الثاني. الزوج الثاني كمان من إحدى الأشخاص المغرر بهم. هنا عندك البنت والأب هم الاثنين بس اللي عارفين إيش قاعد يصير. إذا كان في ارتياب في المسألة فينبغي. ألو. أيوة نعم معك دكتور حسن. إذا كان في ارتياب في المسألة فينبغي للمأذون أن يتأكد أو يتحرى أو يعلق المسألة حتى يتأكد وتتوضح له الصورة. صحيح. وأيضا في هناك إذا كان في شهود يشهدون على أن البنت بكرا ولم تتزوج. يعني في الرأي الديني كمان يقع واقع على المأذون يا دكتور حسن. هي ما في شك أنه هي مسؤولة وزارة العدل الموقرة وضعت قواعد وضوابط للمأذون، وأن هناك آلية لعقد الزواج. نعم. وهذه الآلية لازم تكتسب القطعية أمام المأذون، أحوال متعددة وله الحق أن يطلب، وإذا أشكل عليه أمر أو التبس عليه أمر لابد أن يسأل عنه. نحن لا نقول أن المأذون الآن يعني في المقام الأول في مسؤول، إنما هو من ضمن المنظومة التي تقوم سلطات بالتحري عنها مثل النيابة، ثم الفصل يرجع كله للقضاء. نعم. لأن الحكم على شيء فرع عن تصوره، فلا بد أن القاضي يستمع، ولا بد أن يطلب الشهود، ولا بد أيضا أن يطلب من حضروا المجلس العقد. هذا الذي ينبغي أن يكون. طيب دكتور حسن، ضيفنا في الاستوديو المحامي مشعل عنده تعليق، فتفضل. أسعد الله مساك دكتور حسن. أهلا مرحبا. يا حياك الله. بالنسبة للمأذون اتخذ جميع إجراءاته القانونية كاملة، لأنه ذكر وفق الوقائع أنه ذكر أنها بكر، فلذلك أنه سأل وشهد بالعقد شاهدان، فاتخذ جميع إجراءاته وكتب الصداق.
فأنا أحمل المسؤولية على الأب والبنت وفي حالة الشهود معرفتهم بهما فيلحقهما من الجرم ما قاموا به. طيب يعني معناها يعني أخفي العقد الأول أو الزواج الأول أخفاه الأب على المأذون. نعم أخفي عنه. طيب كان ينبغي للمأذون أن يسأل يقول هي متزوجة من أول أو شيء حتى يوثق الأمر، ثم لا بد أن يكون هناك فحص جديد إذا كان يعني الأمر فيه شبهة، فكل الأمر يعني عليه ضبابية، لا تصبح هذه إلا عندما تبرز الوثائق أمام المسؤولين، أمام النيابة وأمام القضاء. ممتاز. إن سمحت يا دكتور حسن، تخيل أنك أنت مأذون أنكحة الآن، وأتى إليك الرجل وقال زوجت ابنتي وبكرا، ما الذي تتخذه وهو يقول لك أنها بكرا؟ ما الذي يحميك يعني أنك أنت كمأذون أنكحة كيف أنك تعلم أنها متزوجة؟ هو في العادة يكون مثلا شاهد من أهل الزوجة وشاهد من أهل الزوجة. ممتاز، رجعت على كلامي على كلامي اللي أنا ذكرت. نعم؟ رجعت على كلامنا الصحيح ان الرجل حكم بالظاهر ولا يعرف ما في البواطن العموم. شلون كلامك الصحيح؟ كيف كلامك الصحيح؟ سامد دكتور؟ هو يقول لك يا دكتور حسن حكم بالظاهر الذي امامه، بالظاهر اللي امامه انها بكر، واتخذ اجراءاته المتعارف عليها كمهر الصداق الشاهدان ووقع وذهب الى المحكمه وثق فيها. نعم. نفس الكلام اللي اتفق معه. اذا كان هذا السؤال وهذا الطرح الاستفسار امام الجمع الموجود، فانه يعني قد خلت مسؤوليه المأذون، لكن الامر فيه ضبابيه ترى، من خلال الملابسات فلا بد ان الوثائق توضح الامور كلها. نعم صحيح. طيب دكتور حسن، يعني غزل عندها سؤال. إيه أستاذ لازم دكتور حسن، صكوك الزواج في الأساس، إيش الأشياء اللي لازم تصير عشان يصدر صك الزواج بطريقة رسمية وطريقة صحيحة؟ وثيقة الزواج وعقد الزواج. طيب فبالتالي خطأ زي كده حصل يقع على مسؤولية الأب بالدرجة الأولى. هو المأذون الأول الذي عقد لابد أن يكون عنده صورة، ولا بد ان تطلب النيابه، واكيد انها طلبت العقد الاول للزوج الاول الذي فر يعني من الساحه. لا بد ان يطلع عليه ويصدق ايضا في محكمه الاحوال الشخصيه. طب لو طلقها الزوج دكتور حسن وقال له مثلا انت طالق بالثلاثه، يعني حصلت واقعه الطلاق لفظيا ولم تثبت في المحكمه، ممكن مثلا عادي الاب يزوجها بعد كده ولا لازم يكون في صك طلاق؟ لابد يكون صك طلاق، صك طلاق، لانه لا تستباح الفروج الا باحكام الشرع في سنه النبي عليه الصلاه والسلام، وان تلتزم العده، والان المساله متقاربه بين بعضها البعض. طب والزوج الثاني في دي الحاله يطلقها؟ لم يعرف ذلك، فتكون الملامه على الاب وتكون الملامه ايضا على المأذون اذا كان عنده خبر، لكن اذا كان ما عنده خبر وفي شهود، ربما شهود ايضا لهم يعني نوع من اللفت النظر في هذا الموضوع. الزوج الثاني ما عليه شيء يا دكتور حسن؟ نعم. الزوج الثاني ما عليه شيء؟ الزوج الثاني قد يكون مدلس عليه، ما يعرف هذا، وهذا يتضح في الامر. يتركها ولا لا؟ هو قال كمان من راي استاذ حسن يعني هو الراي الديني مبني على باطل، فهو باطل لازم يطلقها. استاذ مش اصلا هو متزوجها صح؟ لا هو ما دكتور حسن، دكتور حسن، اما الزواج الثاني يعتبر باطل وليس له وليس فيه طلاق، لانه ما بني على باطل فهو باطل. دخل على الزوجه وعرف انها تزوجت سبقا، تزوجت اليس كذلك؟ نعم ادلس عليه. ادلس طيب يعتبر الزواج باطل ويجب فسخه، ولا يجب فيه لا طلاق ولا هو مفسوخ تلقائي. لا يمكن يفسخ في هذه الحالة إلا بعد أن يفصل القضاء في الموضوع. صحيح. يعني يقول أنا طلقتها، لكن هل الطلاق شفويا ولا الطلاق كتابيا؟ لابد أن يكون في صك يا أستاذ مشعل. ليس كذلك؟ دكتور احنا نتكلم على الزواج الثاني، هل يسألون الأخواتنا يسألن يقولون هل يجب فيها الطلاق؟ أنا ذكرت لهم أن هذا يجب فسخه وباطل، ولا يجب فيه نفض الطلاق ولا صك طلاق. طيب هو الزوج الثاني عقد عليها ولا ما عقد؟ وفي لا عقد لانه باطل، ما بني على باطل، لو عقد ثلاث عقود بعد في الصك.
هذا الامر طبعا لعده يعني اتجاهات، والحكم على الشيء فرع من تصور، لابد ان يكون الذي يفصل في هذه الامور القضاء ووسائل الاثبات. مو هذه هي دكتور حسن لو تسمح لي فيها، في قضيه زي كذا ملابساتها كمان غير واضحه، مين اللي يحكم فيها؟ هل تعود الى المفتي؟ هل تعود الى القضاء؟ بالضبط لمين؟ مين يفصل فيها؟ هو بالنسبه لهذا الموضوع اذا كان في، لانه احنا هنا دخلنا الدين على الحياه، يعني هنا احنا يعني خربطنا الدنيا. لا ما في خربطة، في هناك قواعد وفي هناك وسائل للإثبات في الزواج الصحيح والزواج الفاسد، فينبغي أن يفصل بين هذه. لكن طالما أن الأمر مطروح للقضاء فالذي يفصل في الأمر هو القاضي الذي ينظر في هذه المسألة. طيب لا بالنسبة للأخت اللي تكلمتي، الدين لا في لا خربطة ولا، الدين واضح وصريح ويخضع في هنا جرم ارتكب للمحكمة المحاكم الشرعية. لا لا أنا ما قلت عذرا عذرا أستاذ مشعل، أنا ما قلت في تداخل هنا، تضارب ديني يعني تضارف. حرام كده اللي قاعد يصير أصلا أكيد شيء محرم عموما، أنا لا أحرم ولا حلل، ولكن أعتقد أنه من يفصل فيها أعتقد والعلم عند الله الإفتاء. دكتور حسن سفر يعطيك ألف عافية، شكرا لهذه المداخلة. أستاذ مشعل ما قصدته أنا بكلامي السؤال الأخير مين يفصل هنا، أعتقد أنه في لبس، يعني هنا دخلنا الدين على أمور دنيوية، صار في لبس، صار في تدنيس، هي متزوجة أو مش متزوجة وراح تزوجت شخص ثاني، هنا الغلط صح ولا لا؟ في الغلط والتدليس هذا تخضع للمحاكم الشرعية، أما لا سمح الله الإفتاء في حالة أن الزوجة مثلا حملت في خلال هذا يخضع للشريعة الإسلامية للإفتاء يفتون في زواجها مثلا، يعني مثلا من دخل مثلا أنا أعطيك في الآن مسألة خليك أنت بضعين فيها. مثلا بعد الإجراءات اللي صارت جاء الزوج الأول قال أنا طلقت بس ما سويت شيء، يلا أعطيني حل. فلذلك لازم يخضع للإفتاء. طيب بالنسبه للتدليس والجرائم التزوير هذه المحكمه الجزائيه، شوف هو انا لو جاء الزوج وقال كذا يعني هو اكيد طبعا اكيد انا بالنسبه لي يقع عليه لائم اين انت اصلا من هذا الموضوع من البدايه، يعني هذا اللي انا اعرف اقول، وهذا ردي للزوج الاول، انت فينك من اول اساسا، فينك مسيب زوجتك مفلتها ومخليها عند اهلها. عموما هذا موضوع لا هفتي فيه ولا هقضي فيه، هذه امور تعود للمختصين. نعم. استاذ بس انا قبل ما تختم انا عندي بس شغله معينه أقولها، بنعرف أنه ما يتم عقد توثيق زواج إلا بشروط معينة، وأتوقع أنه هنا كان فيه الكثير من التضليل لجميع الأطراف، صحيح. سواء كان الزوجة ولا الزوج الأول أو الزوج الثاني، في كثير من الحقائق ما هي واضحة. أستاذة مشعل شكرا لوجودك معنا. مشاهدينا فاصل و... جميعا حياك الله. فاصل ورجل سيردك حالينا يشوق عيني لعيني.